بالنسبة لبروفنس الكلاسيكية نحتاج إلى كتف ضأن. لدينا بطاطا وبصل كما ونستخدم هذا الفطر المجفف والذي تم نقعه لاستخراج نكهة قوية جداً من أجل وجبة البروفنس الكلاسيكية. سنستخدم إكليل الجبل في إعداده وبرفقتنا بولا، كما أن والدة بولا سترافقنا أيضاً لأنها صاحبة الوصفة وستتابعنا لتتأكد من أننا لن نقترف خطأً. بولا أكملي. أحضرنا بعض الزيتون وثلاث حبات من الثوم وزيت الزيتون وأهم شيء باقة أعشاب جارني الطازجة من الحقول. نصب زيت الزيتون في القدر ثم نضع اللحم. نضع اللحم في القدر. يدعو الفرنسيون هذا القدر بالمارميت بسبب حجمه. نقلب اللحم على النار مع زيت الزيتون. الخلاصة التي تخرج من اللحم عند قليه تسمى بالسوك أي النكهات. لحم الكتف يحتوي على العظام وهي ضرورية للنكهة. أجل، من أجل النكهة، رائع. ثم نرفع اللحم عن النار ببساطة. نقطع البصل إلى شرائح رفيعة. سنقوم بتقليبها حتى تصبح طرية ولونها ذهبي. حتى يصبح لونها كلون شعرك. أجعل اللون ذهبياً. تجعلين البصل ذهبياً. أجل. نزيل البذور من الزيتون، إنها تمنح الطبق نكهة البروفنس. وسأضيف أيضاً لمسة من حوض البحر المتوسط إلى الطبق. أعيد اللحم الذي سيطهى على نار هادئة مع البصل والزيتون ليتنكه بالخلاصة. تركت الفطر منقوعاً في الماء البارد لخمس دقائق لكي أقوم بتطريته قبل أن أعيده للقدر. البطاطا الرائعة المقطعة إلى شرائح. الآن الثوم. ثلاث حبات. أنا قلقة بشأن والدتك. هل تشعر بالحر؟ أجل. أجل أحياناً. أجل؟ سأذهب لأرتاح. أعتقد أنها قلقة بشأن العمل، إنها تراقبك. والآن بعضاً من إكليل الجبل. وأخيراً باقة الجارني. إنها تقطع الأطراف الجافة ثم تقوم بلف الأعشاب بورق الغار. هذا جميل. المنظر رائع من أجل التقديم. القليل من الملح، الفلفل الأسود المطحون، والماء من أجل المرق. الأمر بسيط. بدأت الروائح تظهر. إنها طيبة. والآن نغطي القدر. نعم، إلى متى تبقى على النار؟ لساعة. جاهزة؟ نعم. واحد، اثنان، ثلاثة. لحظة الحقيقة. جميل جدا. إذن سيدتي، سأتذوق. لا بأس به، تذوقي أنت. بالكاد أعجبها. حسنا، إنها رائعة وخفيفة جداً. تستطيعون أن تتذوقوا جميع نكهات الأعشاب. وبلا شك سأخذ هذه الوصفة إلى الوطن معي. بولا، شكراً جزيلاً. شكراً لك سيدتي. شكراً.